معاقبة اللاعب إبراهيم بايش لاعب منتخب وطني وأيضا الكابتن حماد أحمد، هنالك نقول صح أنه اللاعبين أخطأوا لكن ممثل هذه القرارات. يعني بالتأكيد أي منصف يعني مع كل عقوبة ممكن توجهها لجنة الانضباط، لكن المشكلة اللي صارت حقيقة هي عقوبة انتقامية، العقوبة تقويم، أن يعني يكون الأمر بهذه الطريقة أمر صعب جدا، خصوصا وأنه الفريق جاي ينافس، الفريق ده يعاني من مشاكل على الصعيد الفني وعلى الصعيد الإداري، الآن إدارة جديدة استقرت، يعني ممكن أنه على الأقل نخلي الأمور تمشي بصورة صحيحة. يعني اليوم لو العقوبات أقل يعني أعتقد أنه ما نحتاج إلى هذا التجمع الجماهيري، وناس عايفة أشغالها وناس عايفة أعمالها. أنا أقول أنه حالات مماثلة حصلت يعني خلال هذا الدوري، وأي مباراة منقولة على القنوات الناقلة شوف بعد المباراة الإداريين والمدربين واللاعبين يروحون يتجمهرون، إيش معنى؟ في مرات سابقة هو نفس الأخ الحكم مهند قاسم تعرض إلى بسق عليه أمام التلفاز، شنو اللي تغير؟ يعني أنا ما أقول إنه العقوبة قاسية جدا سواء بحق الأخ إبراهيم بايش أو بحق الأخ حمادي أو بحق ماجد الساعدي، اثنين أعضاء إدارة. يعني الحكي اللي صار ما صار به لا ضرب، لا صار به اعتداء جسدي ولا أيضا، الحكي كله كلام وكان ممكن إنه إحنا نتداركه. أنا أتمنى من الإخوان بلجنة الاستئناف أن ينظرون إلى أدلة جديدة. الأخ مهند لازم وضروري إنه يغير موقفه ويروح يتنازل حتى على الأقل تمشي الأمور بصورة صحيحة. أستاذ ضياء، بس هذه القرارات هي قطع للأرزاق؟ أكيد بالتأكيد، نادي دي ينافس على بطولة الدوري ومسخر كل إمكاناته، وزارة كاملة هي مسخرة إمكاناتها حتى ينجح هذا الفريق. أن تكون العقوبات بهذه القسوة بهذه الانتقامية فأكيد يعني ما مقبولة، ولا لو أكو هيك عقوبة ماشية في سنوات سابقة كان كنا معاها.